نظام سيادة الدولة الوطنية، نظام يغلب قيم التنمية والازدهار ويغلب التعاون الاستثماري والاقتصادي. فالاستقرار لابد أن يرتكز على الوسطية والواقعية، بعيداً عن التوظيف السياسي للدين، بعيداً عن التطرف، بعيداً عن الطائفية. علينا أن نساهم كل من موقعه في إقامة دولة المؤسسات والقانون وتطبيق إجراءات الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد ولجم ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتحديث برامج التربية والتصدي لاحتدام العصبيات وتنامي ظواهر العنف والتطرف والإرهاب. نحتاج إلى هذا النوع من الاقتصاد القائم على المعرفة وعلى الابتكار. And if those wounds cannot be solved by you, they are not going to be solved at all.